السلام عليكم متتبعينا الكرام، معكم ميم زهير. إن شاء الله تكونوا بألف خير. كنشكركم بزاف على تعليقاتكم، على دعواتكم، على كلامكم الطيب. ربي يجازيكم بخير. إن شاء الله اليوم غادي نخدم لكم يعني التقنية ديال الغرزة ديال راندة الكرافاطة، خيط يعني غليط على 3 شعرات نزولا عن طلبات الأخوات والرغبات ديالهم. يعني بغاوها بخيط غليظ باش تبان أوضح كما كتشوفوا أمامكم. يعني خدمت شوية، يعني طلعت الخدمة شوية باش تبان لكم الشكل. يعني الخدمة ديالنا كي كيجي هانتوما الراندة ديالنا كتجي، يعني شي حاجة راقية ورائعة ومميزة كما كتشوفوا أمامكم. وخدمة على الشعرة، يعني 3 شعرات ماشي جوج. يعني وحاولت نزير يدي في الخدمة على حسب ما تعطيش داك الغرض، يعني وجبت الفتلة مزيان فاش برمتها، يعني تيريت الحرير يعني باش يرقاق شوية، يعني ميبقاش داك الغرض كله. وانتم النتيجة يعني كما كتشوفوا امامكم، يعني كتجي شي حاجة زوينة ومميزة. كنتمنى يعني تنال الاعجاب ديالكم وتكون يعني الطريقه واضحه ومفهومه. غنزيد يعني نكمل معكم يعني بحال الاول جوج اسطر باش اللي ما فهمش يعني يفهم مزيان. كنتمنى التوفيق للجميع، كنتمنى الرؤيه تكون واضحه. يعني كنحاول ما امكن باش تبان لكم كل شيء. يعني انا نهبط هانتوما كنصرف يعني داك الغرزة ديال التوب كيما كتكون الغرزة الأولى. كنخدمها يعني بحال حبكة كتشد المكان ديال الغرزة. هانتوما الغرزة الثانية كنخدمها بهذا الشكل، يعني كنهود نفس طريقة. يعني انا كنحاول ما نزربش يعني باش كل شيء يكون مفهوم وكل شيء استواب، يعني الشرح والطريقة كل شيء استفاد ان شاء الله. حتى حاجة ما صعيبة، راه كل شيء ساهل، غير نتوما تصعبوا الامور يعني في عقلكم. اما كل شيء ساهل يعني من بعد هذا الشرح كله، يعني وهذا الشيء راه ضروري غادي تكونوا فهمتوا. هانتوما يعني كيما قلتلكم كنجي لهنا ندخل الخيط ديالي ونجبد الغرزة ديالي عادي. شتو العرض يعني اللي عطاتنا؟ هادو راه 5 الغرازي، يعني في الراندة العادية ما تعطيناش 5 الغراز في هاد العرض هذا كله. هادشي يعني اللي كنت كنقول لكم، كنتمنى يعني تفهموا يعني القصد ديالي. الغرزة ديالها نتوما كتربط بوحدها، هاديك الشي سميناها غرزة الكرافاطة، يعني راندة الكرافاطة. هانتوما يعني ما كتحتاج معاها لا رخيف لا زيار، كتمشي في نفس يعني النيفو. شتو الخدمة كلها هانتوما، وخا نجبد يعني جبدها. شتو هانتوما كنرجع تعطي يعني لا فورم ديالها نيت، وكتمشي هانتوما غاديين بحال هاد الدريجات، فهي حصيرة سامبل وكتمشي مزوقة يعني بحال مدرجة. شتو يعني كتعطي واحد الشكل زوين ومميز. كنتمنى يعني تجربوها وتطبقوها وتخدموا بها ان شاء الله. يعني انا درت هذا الدرس توضيحي باش غنتعقل يعني الملاقيات وزواقات يعني اكثر، يعني باش تفهموها. هانتوما يعني هذيك من قبل وريت لكم يعني الغرزة، وكان رشمات ديال يعني تشباك، دابا يعني سامبل باش تفهموها. شتو كتجي يعني الغرز واقفين ماشي ناعسين.
وانتو دابا ما نجيش هنا عاوتاني وندخل، لا حيت طالع الفوق هنرجع من هنا يعني من الامام ماشي، فهمتوني؟ وغادي يعني نكمل الغرزة ديالي، لاحظوا مزيان دابا راني طالع، لاحظوا مزيان كندير يعني هذه السريفة عادية مفهومة، هذه الثانية باش تفهموا هنايا الخيط اللي خارج منه، هنايا الخيط اللي غاديين به، غادي نجيو بليبرة هنا وندخلو هنا في العوينة، يعني رحنا لفوق طالعين شتو، وهانتو ها العوينة الأولى، يعني فعاوت ما غادي ندير الخيط هكا يعني ونجبدو حتى لهنا باش نوريكم هكا العوينة يعني من الفوق هكا، هي نفس الشيء فهمتو، يعني هانتوما لاحظو مزيان بحال اللي درت هكا بحال اللي غادي ندير يعني العوينة، وغادي ندير هكا هنشد الخيط وغادي نشد داك العوينة اللي كنبقى نتسناها في التالي باش عاد ندخل فيها الخيط، هنخرج الخيط هنا ونخرجو ديريكت هنا في العوينة، هي نفس الطريقة غير هادي يعني داك الخيط طويل مزيانة بلا ما تقعو يعني، هانتوما شتو كنديرو يعني الغرزة ديال التوب عاوتاني، لاحظوا دابا مزيان عاوتاني شنو غادي نوريكم، هانتوما كنديرو يعني السريفة وهنايا هانتوما يعني ما غنجيش عاوتاني ندير الخيط هكا كيما وريتكم، كنا طالعين دابا حنا هابطين، غنجي لنفس البلاصة ندير هكا ونعكس يعني كنعكس الضربة اللي درت فاش كنت يعني فهمتو، فاش كنت يعني طالع دابا حنا هابطين على الغرفة ديالنا، وقفات يعني كتوقف بوحدها وبسهولة والرؤية واضحة، يعني تلي عنده نظر قليل وما كيقدش على الراندة الأخرى، هذه غرزة مركبة يعني كتجي غليظة عندها الغلط يعني وباينة في الخدمة، يعني هانتوما كل شيء واضح، شتو الغرز تيبانو يعني من البعد كتبان يعني الراندة ديالنا هذا مش يعني مستفى ومقادة ومتقونة، هانتوما شتو صافي غير هاد اللولة بحدها كنشدو بيها يعني هنايا هاد المكان هاد الفرع صافي، يعني هي دي حسوبة صافي بحال اللي شدينا الغرزة، ما كيبقى لنا والو غير المرحلة الثانية كندخلوها في العوينة ونجبدوها، كنتمنى يعني تكون مفهومة ويكون الشرح واضح ومفهوم، تكون استفدتوا في هذا الفيديو، كنشكركم على تعليقاتكم على تشجيعاتكم على مساندتكم لينا وعلى دعوات الخير، ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم، وما تنساوش يعني اللي عجبكم الفيديو ديروا له جيم، بالنسبة للناس اللي عاد عرفوا القناة مرحبا بكم يعني في القناة ديالنا، ما تنساوش يعني تفعلوا الجرس من بعد يعني ابوني باش تقدروا توصلوا يعني بلي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو الجداد، توصلوا كل جديد للمعلم زهير ان شاء الله، ونصيحة لكل المبتدئين يعني وسعوا خاطركم وصبروا يعني وبالإرادة والعزيمة راه كل شيء كيتحقق، حتى واحد ما تزاد معلم، كنا بدينا من الصفر يعني وتعلمنا الحمد لله، وها حنا كنعلمو يعني نتوما كذلك، صبروا يعني وخدموا يعني ما توقفوش يعني ديما المحاولات، خطأنا في المحاولة الثانية ما فيها بس نعاودو نكرر المحاولة الثانية الثالثة حتى توصلوا النتيجة المرغوب فيها، يعني إن شاء الله وكل شيء بالتقنيات كتاخدوا التقنيات إن شاء الله كل شيء يكون واضح وسهل عندكم، كنطلب ربي يعاونكم ويزين صنعتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله للمعلم زهير،
الخدمة ديالنا هانتوما كتشوفوا كيفاش طلعت، يعني على الخيط على 3 الشعرات، غير باش تفهموا الخدمة ماشي من عادتي، كنخدم على 3 إرضاء يعني لطلباتكم. أنا خدمت ب3 باش تبان لكم الخدمة وتبان لكم الحصيرة ديال الراندة ديالنا الجديدة، راندة الكرافاتة ديال المعلم زهير. هانتوما كي كتجي يعني رائعة ومميزة ومسربية وكتعطي العرض، يعني هذا العبار ديال على ندير 8 الغرز بالراندة العادية، يعني ديما بحال اللي كتزيد 2 الغرز او اكثر. هانتوما تشوفوا العرض ديالها. بصحتكم وراحتكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع المعلم زهير، وافكار جديدة ان شاء الله، وزواقات جديدة وحصرية.